مساء الخير ابو اديب. مساء النور عبد الله، مسي عليك بالخير وعلى الضيوف الكرام واحد واحد وعلى السادة المشاهدين، واقول للصديق العزيز ابو فيصل الف الف مبروك نهوض الاسد، واقول لعبد الله فلاته حظ اوفر، وللعزيز ابو ريان برضه حظ اوفر. لا ما لهم دخل هذول، يعني اعلاميين ما لهم دخل في هذه المواضيع كلها. كلهم اعلاميين بس ميول يعني. لا لا هي زي ما قال ابو فيصل يعني ميول. نروح لاخبارنا عبد الله، عشان انا ملاحظ صراحه الحلقه بدايتها ناريه كذا. انت شايف كذا؟ والله شايف كذا بين ابو ريان وبين ابو فيصل، ما دام في عين واحده والله يعين العين الثانيه بعد. اجي خلينا نروح للاخبار. يلا قول بسم الله. نروح لخبرنا الاول اعزائي المشاهدين، الخميس موعد كشف خارطه الاخضر، اجتماع خاص بين زكي الصالح ويان وينكل حول اخر المستجدات حول مشوار الاخضر. تم في الاجتماع الاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدت بين مارفيك والجهاز الاداري، والخميس القادم سيتم اعتماد البرنامج الإعدادي للأخضر في اجتماع اتحاد القدم بعد أن سلم للمسابقات. نروح لخبرنا الثاني واللي يقول هذا زمان الأهلي، أنهت إدارة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع قائد المنتخب السعودي للشباب ونادي الرائد فهد الحربي، وقال المركز الإعلامي بالنادي أنه تم التوقيع بحضور الرئيس مساعد الزويهري، ويعيش الأهلي فترة ذهبية على كافة الأصعدة، قوة في عقد الصفقات وقوة داخل الميدان. خبرنا الثالث والأخير، الهلال والعاصفة القادمة، الله يستر. برغم من الهدوء الذي يسود أروقة الهلال هذه الساعات، الكل ينتظر اجتماع شرفي سيحدث قرارات كبيرة، وأنباء ربطت بين الهلال وعودة كوزمن بعد تصريح الأخير الذي لوح فيه بترك أهلي دبي، والجماهير الهلالية تترقب انتفاضة زرقاء تغربل البيت من الداخل بعد مواجهة الفريق الآسيوية القادمة. الموسم هذا يا عبد الله غريب جدا، كل شوي يطلع لك أشياء جديدة وأشياء غريبة وتغيرات ما بين مدربين ما بين رؤساء أندية، موسم يخوف يا عبد الله. كانت هذه أهم الأخبار يا أبو عابد، والله يعطيك العافية.